أهلا بكم من جديد. تمكنت المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمساندة من مقاتلات التحالف العربي من صد هجمات لميليشيا الحوثيين والمخلوع في مواقع تبت الحمراء والباصيف في كرش شمال لحج بعد معارك عنيفة لعدة ساعات، بينما لا تزال تدور معارك عنيفة لاستعادة هضبة المناقيف في ظل خسائر فادحة ومصرع عدد من ميليشيا الحوثيين بينهم قيادات ميدانية. مشاهدينا، دعوني أستضيف معي عبر الهاتف المتحدث باسم جبهة كرش عنتر الصبيحي. مرحبا فيك سيد عنتر. مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك سيد عنتر. ما جديد المعارك هناك لديكم في جبهة كرش؟ الأنباء تتحدث عن صدكم لهجوم قام به الحوثيون هناك، ما الذي يجري هناك بالضبط؟ الجديد في جبهة كرش هو أن هناك في الساعات الأولى من فجر اليوم كان الحوثيون يحاولون التسلل واستعادة مواقع لهم خسروها الأسبوع الماضي. كانت هناك هجوم شرس وقصف عنيف على قرية القريبة وكذلك كرش أيضا لمحاولة التقدم باتجاه القمعة الحمراء وكذلك طبين وجبل الأشطب الذي تطل على الشريقة ونفق الشريقة أيضا. كذلك حاول الحوثيون التقدم من خلال التسلل لهم خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، لكن باستسهال المقاومة وصمودها استطاعت أن تقتل العديد من المتسللين وجرح العديد منهم أيضا، وإحكام سيطرتها على المناطق التي لا زالت تحت سيطرة المقاومة، فيما الحوثيون يحاولون عدة مرات لاستعادة تلك المواقع لأنها تطل على نفق الشريجة وتقطع امداداتهم إلى كرش، إلى المواقع التي لا زالت فيها قناصة تابعة للحوثيين. طيب ماذا عن هضبة المناقيف؟ هل تسعى المقاومة أيضا لاستعادتها؟ المقاومة هي أولا وأخيرا سوف تستعيدها لأنها منطقة مطلة على نفق الشريقة مباشرة، رغم أن جبل القمعة الحمراء يطل على طبين، لكن الحوثيون بعد أن سيطروا على التعادل والمناقيف قاموا بعمل أماكن وللقناصة، وقد استشهد أحد أفراد المقاومة يوم أمس من خلال تصديهم لهذا التسلل. نعم، طيب الجهود هذه التي تقومون بها في المقاومة، هل هي كافية لمواجهة الحوثيين أم أن هناك دعم يصلكم من الجيش الوطني، دعم يصلكم أيضا من قوات التحالف التي ربما تستهدف عدة مواقع للحوثيين من قبل الطيران؟ هناك إسناد جوي وأيضا استخدام مدفع العملاق التابع لدولة التحالف الإمارات لمحاولة استهداف تعزيزات الحوثيين واستهداف بعض أطقم الحوثيين المتواجدة في نفق الشريجة الذي تمنع تقدم المقاومة باتجاه النفق وباتجاه المطلة على نفق الشريجة وعلى الخط العام الواصل إلى الكرش وغيره من المواقع. نعم نعم، طيب هذه المواقع التي ما زال الحوثيون متمركزين فيها، تقول أنباء أيضا أنهم يستهدفون مواقع المقاومة والجيش الوطني من تلك المواقع، إذن ما هي المواقع التي أنتم فيها ويتم الاستهداف؟ الحوثيين يستهدفون المواقع الأمامية كثافة وهم يحاولون أن يستردون موقع الجبل القمعة الحمراء أساسا، لأنه أولا وأخيرا هو المطل على مواقع الحوثيين باتجاه طبعين، وكذلك يستهدفون موقع المقاومة في جبل الرزينة لأنه أمام الخط العام، وكذلك بإمكان المقاومة استهداف مواقع الحوثيين مباشرة من جبل الرزينة باتجاه قرن العلب وكذلك جبل المشبوكة المطل على الشريجة. طيب هنا سؤال سيد عنتر، لماذا لمدة أشهر ما زال الحديث عن جبهة كرش والمواجهات هناك وتقدم الحوثيين وتراجعهم هناك مرة أخرى، لماذا لا تحسم هذه المعركة كما حسمت معارك
في العمق داخل لحج، لماذا لا تحسم معركة كرش بالكامل؟ أنت تعرف أن الحوثيون وإجرامهم يقومون بزرع الغام في القرى وفي الطرق الأساسية وفي كذلك القناصة، لهم يمنعوا التقدم بشكل أكثر، وكذلك هناك يمتلكون صواريخ حربية أيضا. نعم، هذه نعم تفضل. هو ما يعيق تقدم المقاومة باتجاه الشرية أيضا، لأن نعم طيب. عندما يكون المقاومة فقدت قبل أيام عربة بسبب انفجار أحد الألغام زرعتها تلك الميليشيات في طبين بعد أن أو سيطرت عليها من جديد، ذلك المقاومة هي تقدمت بشكل كبير في الميسرة، فيما الجيش والمسنود بالعديد من الأفراد اللي انضموا من أو جاءت تعزيزات لهم من العند باتجاه المركز الخط العام باتجاه الحويني، لكن الألغام لها تأثير كبير، وهناك فريق واحد يعني صعب أن المقاومة تكون لديها فريق عدة ويتوزعون في عدة جبهات. طيب، هل تساعدكم وتصاحبكم أيضا الفرق الهندسية المتخصصة بنزع الألغام؟ فريق لما نزع الألغام هو فريق واحد فقط، نعم، ولا يكفي، وكل يوم يتم تنقله من مكان إلى مكان، وأنت تعرف أن الجبهة بحاجة إلى العديد من الفرق الهندسية لنزع الألغام، كذلك بحاجة إلى كاسحات ألغام لمحاولة التقدم باتجاه الشريجة أيضا وتحرير كريش بالكامل. طيب، يعني إن فرضنا أنكم استطعتم السيطرة على المواقع التي ما زال الحوثيون يسيطرون عليها ويقصفونكم من خلالها، هل تستطيعون أيضا تأمين المنطقة بالكامل ومنع أي تقدم آخر يحاول به الحوثيون استعادة ما خسروه؟ نعم طبعا، المقاومة والجيش هي في اجتماعاته، والدليل هو ما نشاهده الآن في قرية القريبة وبالذات وبالأخص جبل القمعة الحمراء وقرن وجبل الأشقب، وكذلك جبل الكتيبة التي ما زالت المقاومة والجيش مستميتون فيه. نعم، طيب، هل لك يعني بشكل مختصر أن توضح لنا عن يعني المعنويات التي يعني تمتاز بها أيضا المقاومة والجيش الوطني في جبهة كرش ومواجهتهم أيضا لعدوان الحوثيين عليهم؟ المقاومة والجيش هي ما عندها المعنويات مرتفعة، استعادة شو وشريجة أيضا، وهناك خطة عسكرية إن شاء الله خلال الأيام القليلة سوف تتضح أو بشكل أكبر سوف تعمل على تحرير تلك المناطق، ويعني ما خفي هو بيكون الأكبر. نعم، وما خفي بيكون هو يعني السر الأكبر في هذا التأخير في تحرير جبهة كرش إن شاء الله. إذن أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم جبهة كرش عنتر الأصبحي، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الضالع وتحديدا في دمت ويعيس لنشاهد ونتناول آخر الأخبار والمستجدات من هناك.